السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم من تاني، والآن في البروسيس نمبر 3 في البروجكت ستيك هولدر انجيجمنت، أو بالفور أصح ذا بروجكت ستيك هولدر مانجمنت. وفي البروسيس نمبر 3 مانج ستيك هولدر انجيجمنت، وهي ببساطة التطبيق العملي للبروجكت ستيك هولدر انجيجمنت. قبل شوية طلعنا ببلان، قلنا بلان ستيك هولدر انجيجمنت، طلعنا ب stakeholder engagement plan. الآن حننفذ البلان في أرض الواقع. إيش كده قلنا؟ manage stakeholder engagement. أهمية البروسيس ده communicating and working with stakeholders to meet their needs and expectations, address issues, foster appropriate stakeholder involvement. يبقى الباب ده ببساطة الهدف منه يا جماعة انه نحن الستيك هولدر ديل نتواصل معاهم في الواقع اثناء الاكسكيوشن. وكلمة كوميونيكيتنج معناها حنطبق الباب بتاع الكوميونيكيشن هنا exactly. لذلك انا بربط دائما، وعشان كده بعيد واكرر يا جماعة، تشابتر نمبر 9 بشتغل بعده تشابتر نمبر 10 وبشتغل بعده تشابتر نمبر 13، لانه هي exactly يعني بس حاجة مستخلصة من حاجة. Project Resource Management شلنا منهم the human resources، عملنا لهم باب بتاع communication management، ومن ال communications management الآن عاوزين نعتني بال stakeholders، عملنا لهم categorization، نحقق their needs, interests, expectations and so on. وبالتالي هنا أثناء ال execution في أرض الواقع لابد من communications مع ال stakeholder حتى نقدر نضمن their needs and expectations، address issues يكونوا معانا لو في أي تعديلات يكونوا حاضرينها، في أي changes يكونوا متابعين معانا أول بأول، يشوفوا الحاجة في أرض الواقع. Then we provide appropriate stakeholder involvement. Foster the same meaning of providing. كذلك من أهمية البروسيس ده allowing the project manager to increase support and minimize resistance from stakeholders. أثناء الإكسكيوشن الشخص اللي كان معارض قبل الفكرة أو كان نوعا ما محايد له هو معه ولا ضد، لما نشوف الحاجة في أرض الواقع قدامه والحاجة مثمرة وماشية لقدام، فبيبدأ يتحمس أكتر، فيبدأ يتحول من معارض إلى محايد ثم إلى مؤيد إن قد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي المرحلة مهمة جدا في الناس لما تشوف الحاجة بعينه اللي كانوا معارضين، ممكن بعد ذلك ما يحس بأنه فين والله الموضوع ده نجح وأتى بأكله والآن الثمر ماشي بصورة طيبة والنجاحات قدامه، فيبدأ يتحول إلى مؤيد ومتحمس في الفكرة. من فوائده كذلك addressing any risks or potential concerns related to stakeholder management. أثناء ما إحنا شغالين في الإكسكيوشن لا شك قبل كنا خاتين risk register، متوقع risks دي يا جماعة تحصل في أرض الواقع، فنحن حريصين جدا نديرها بصورة professional حتى لا تؤثر على the stakeholder needs and expectations and objectives. وبالتالي الستيك هولدر لما تكون الان شغال بيتنفس في الحياة اللي هو عاوزها ويشوف الريسكس الان حصلت قدامه وتلقاه متخوف وخايف انه تأثر على الفايدة بتاعته وكده، فالان بيكون عنده تساؤلات concerns، لكن كل ما حلتها بصورة professional كل ما كان مرتاح وكل ما ايد الفكر اكتر وكل ما كان حماس للموضوع اكتر من اول. فلذلك the stakeholder engagement حاجة دي مهمة جدا يا جماعة نستوعبها، وبتساعد بنسبة كبيرة جدا جدا في نجاح المشروع واستمرار المشروع ودعم وتأييد المشروع. ناس الـ PMI بنصحونا بمجموعة بتاعت inputs فيها لا شك project management plan وفيها documents بما فيها outside factor inside factor، ثم بيقترحوا لنا مجموعة بتاعت tools and techniques نحلل بيها، ثم نطلع بـ outputs. نؤكد لا يلزم انك تطبق الـ 49 processes تبع النسخة السادسة في اي مشروع، هي الافضل نعم، هي الـ good practice نعم، لكن لا يلزم انك تنفذ او تطبق الـ 49 process في اي مشروع، لانه ما دائما كل الظروف مواتية للحاجة دي، لكن الامكن مرحب تكون جميل جدا لو نفذتها كلها في اي مشروع، لكن في الواقع it is not possible to be applicable in any projects. الأمور يا جماعة بتختلف depending on the environments, the project environments, the outside factors, the inside factors, the political climate، دي كل أشياء تؤثر عليك.
لكن اتمنى تكون انت في مشروع بامكانك تؤدي او تنفذ المشروع وفقا للستاندرد، وفقا للجود براكتسز. طيب نواصل الان في شرح الانبوتس ستيب باي ستيب. نمبر 1 ذا بروجكت مانجمنت بلان، الخطط طالعه منها الان، فيها الكوميونيكيشنز مانجمنت بلان، ريسك مانجمنت بلان، تشينج مانجمنت بلان طالما هيتعرض لها تشينج، ستيك هولدر انجيجمنت بلان، ريسورس مانجمنت بلان، كلها معك. كذلك ما عندك مجموعه بتاع الدوكيومنتس ومعظمها تكلمنا عنها سابقا، ذا تشينج لوجز، اي تشينج ما هيحصل لازم يحفظ هنا سواء كان accepted او rejected او delayed and so on، واي ايشو تحصل من نيو ريسكس تحصل and so on لابد يكون نكون عاملين لها ابديت اول باول في الايشو لوجز. معانا كذلك the lessons learned، ثم الستيك هولدر ريجستر، كل الاشياء دي معانا بما فيها the outside factors تكلمنا عنها الان تقريبا كلها، والانسايد فاكتور تكلمنا عنها تقريبا كلها شرحناها بحمد الله رب العالمين. الآن عاوزين نحللها، لا شك نحتاج إلى إكسبرت وناس أصحاب خبرات يدونا the judgment بتاعهم، ونحتاج إلى communication skills. لاحظت يا جماعة الباب ده كأننا بنتكلم عن communications management plan، فيها الconversations المهارات والتواصل والحوار سواء كان formal أو informal، فيها issue identification and discussion، النقاش الواضح الصريح في النقاط المحددة، فيها شكل الميتينجز وكيف نعمل جماعة the meeting facilitations، وفيها البروجريس ريبورتنج كيف نحن نقدر نعكس الواقع الآن للستيك هولدر، the actual performance نعكس للستيك هولدر بصورة يجد فيها مدى البروجريس ومدى الستاتس of the project، surveys questionnaires جماعة دي كلها مهارات نحتاجها حتى نحلل شكل الاكسكيوشن ونقدمه as في reports للستيك هولدر، ثم إذا في أي changes لابد من أخذها بالاعتبار. Interpersonal and team skills، طبعا من ال interpersonal and team skills منها نفسها ال communication skills، ونضيف لها the conflict management احتواء والتعامل مع أي سوء تفاهم أو أي إشكال يحصل سواء كان ما بين ال stakeholders and so on، فيها ال cultural and political awareness دراية ما يحصل من النواحي الثقافية، النواحي الاجتماعية، شكل المنطقة، the project environment، الستيكهولدرز معاك ده يا جماعة قد يكون من مناطق مختلفة، من دول مختلفة، من توجهات مختلفة، من ألوان سياسية مختلفة، أحيانا يا جماعة الجو السياسي ما بين دولتك والدول الثانية يؤثر، خاصة لو كان الستيكهولدر منهم أو واحد من الستيكهولدر أو بعضهم في دولة نوعا ما في مناخ سياسي غير مناسب للمشروع، ده حيؤدي إلى تنشن زيادة. من المهارات الشخصية والمحتاجين لها في التيم بتاعنا negotiation، انت الان يا ما حد تحاور مع اناس، واذكر تاني الناس ديل ما كلهم ناس سويين، في من هم معقد نفسيا، في من هم انتهازي، في من هم سبع طباعه طباع الضبع والسبع والثعلب، فانت محتاج الناس دي كلها تتكيف معاها، لكن امامك هدف واحد the project objectives. انا ممكن اقول للانسان لا إذا كانت تتماشى مع هدف المشروع، لكن بصورة لبقة، بصورة يعني فيها نوع من اللباغة ونوع من الكياسة، وبالتالي النيغوشيشن والأوبزرفيشن والكونفرسيشن دي كلها مهارات نحتاج لها حتى نتواصل مع الستيك هولدر بالطبيعة المختلفة دي. عندنا ground rules، قوانين أو ضوابط تمشي على الجميع، يعني by default نسلم بها تلقائيا. ثم the meetings، the project kick off، يا ما قلنا ده أول اجتماع بدأنا به بعد ما انتهينا من planning عملنا kick off meeting، ثم decision making، issue resolution، النقاش والقرارات المتعلقة بالمستجدات في المشروع، lessons learned، يا ما دي كل الأشياء the status updates بنناقشها في الميتينجز، فوضوح الهدف في الاجتماع وطريقة اتخاذ القرار والfacilitation يا ما أشياء مهمة جدا بتساعد في عملية the project communication حتى نصل إلى manage stakeholder engagement بصورة professional. الoutputs ليس إلا changes إن حصلت changes، لأنه يا جماعة النقاش مع stakeholder أثناء executions يبين هل هم راضين بالحاجة دي، هل هم معترضين، طيب اعتراضوا ليه، هل نحن ما حققنا له objectives اللي عاوزة،
هل النيدز اللي من اجلها خش المشروع ما محققه؟ هل the expectations توقعاته كانت كيف مع الـ outcomes الان طلعنا بيهم؟ يبقى يا جماعه الان اثناء الاكسكيوشن بنعمل changes، اذا حصل new issues برضه يبقى لازم نعمل لها changes. وقلنا مع اي change يتبعوا شنو يا شباب؟ يتبعوا update في plans ان وجدت و updates في documents. فبالتالي اي حاجه حصل فيها change لا بد نرجع نعمل لها update، لانه في اشياء اخرى مرتبطه بها. فالchange ده يا جماعه حيسري على كل حاجه related to the process or the documents اللي انت عملت له change. الآن إحنا مقبلين على المرحلة الجاية وهي monitor the stakeholder engagement، هي رقابة ومتابعة مدى إيفاء الخطة اللي عملناها قبل بمتطلبات العميل أو الستيكهولدر أثناء الإكسكيوشن. لأنه لما كانت خطة ما كنا قادرين نكتشف تماما عيوبها، لما جينا ننفذها في أرض الواقع لازم نعمل monitoring and controlling ومن خلالها هنعمل changes. ليه نعمل changes يا جماعة؟ الهدف من changes to meet the project stakeholder interests, objectives, needs, expectations, impacts and so on. Stay tuned. خليكم معانا عشان نرجع نواصل في process 13.4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.